ولما بيرفع عليهم العقوبات بيهروا. الشعب اللبناني كله مستعد يتطوع بالجيش. نحن بين الموت والحياة وقررين نعيش. حقيقة الأزمة السورية والنزوح السوري هي على مرحلتين. المرحلة الأولى هي بسبب الحرب السورية اجوا النازحين. المرحلة الثانية هي بسبب الوضع الاقتصادي الضيق جدا على السوريين والحصار تبع قانون قيصر يلي هو كل ماله بيشتد على السوريين، وفتحت باب نزوح الثاني اللي هو ضخم وضخم جدا وأدى إلى موجة النزوح الثاني. كل الدولة اللبنانية وكل القوى السياسية بلبنان ما عدا بتواضع ما عدا التيار الوطني الحر، لأنه تقاعصوا عن مواجهة هيدي الأزمة، ترتب على لبنان نتائج اقتصادية، نتائج أمنية، نتائج اجتماعية، نتائج نفسية، نتائج ولادات، نتائج فوضى بالعدد السكان. لبنان بلش، مش بلش، أنا برأيي انتهى إمكانية قدرته لتحمل أي شيء بعد. مشان هيك أخطر نتيجة معقول نوصل لها هي وراها، هي إنه اللبناني يصفي عنصري تجاه السوري يلي هي بتأدي إلى ما لا يحمد عقباه. خوف من الأمريكيين، خوف من الأوروبيين، خوف من العقوبات، خوف من UNHCR، خوف دائما، عملية خوف وعدم إمكانية وإرضاء الخارج لأسباب خاصة وعامة، لأسباب طموحات خاصة وعدم جرأة المواجهة عند الأزمات الكبرى. وهذه اللبنانيين صاروا مشهورين فيها، أو قسم من السياسيين اللبنانيين مشهورين أنه لما بيرفع عليهم العقوبات بيهروا، لما بيرفع عليهم التحديات بيستسلموا، خوفا على طموحات لألون أو غيره. حكومة لبنانية مجبورة تحكي مع الحكومة السورية. جيش السوري بده يساعد بعد ما نحكي معه من ميلته. جيش اللبناني بده يساعد من ميلتنا. هون الجيش اللبناني ما حدا يخبرني لا في عديد ولا في عتاد ولا في شيء. الشعب اللبناني كله مستعد يتطوع بالجيش ويقعد مع الجيش من دون مصاري، اصلا قاعدين بلا شغل، بنطلع بنتطوع مع الجيش وبنقعد على الحدود وبنحمي الحدود معه للجيش. تطوعنا قبل بمره سنه 88، مستعد نتطوع كل عمرنا كرمال نحمي لبنان. ما حدا يقول لي الجيش اللبناني عاجز، نحن اللبنانيين على كل الحدود وبكل الطوائف مستعدين نوقف حد الجيش اللبناني تنحمي حدودنا. بلديات بتقوم بواجباتها، نضغط على UNHCR حاج بقى، معتبرنا اياها هيد عملية من جوع الشعب اللبناني ومن ريح السوريين، وبنعمل احصاءات دقيقة وبنفصل ما بين العامل السوري اللي نحن اصلا بحاجة له وطول عمره بيشتغل بلبنان، وما بين العائلات اللي بتقبض وبتعيش وبتتنقل بين لبنان وسوريا. وهون دور الأمن العام والقوى الأمنية بلبنان يقوموا بكل هالواجبات، وعم بيقوموا بواجباتهم، يعطيهم ألف عافية ولكن على قد ما بيقدروا. وآخر شيء لما بتكون تموتونا، هون بتكون تفهموا إذا الأول رافضين والتاني رافضين والتالت والرابع والخامس يلي عطيتك إياهم رافضيننا، نحن بين الموت والحياة مقررين نعيش. خليهم يفلوا السوريين على طريق البحر ويروحوا على البحر مطرح ما الدول اللي عم تحطهم عنا تتقتلنا، خلي هي تحمل أعبائهم. نحنا ما بنقدر نحمل هالقد أعباء. انتو ما بتقدروا تبعتوا مصاري من دولكم تتقدروا تقعدون هون ونحنا ندفع أثمان وجوع. أكيد اللبناني مش لازم يخاصم النازح السوري، أكيد اللبناني مش لازم يتعامل مع النازح السوري بأي شكل عنصري أو تحدي أو مثل كأنه السوري هو السبب، ولكن هو السوري عم بيتحمل نتائج أسباب عملوها غيره. هي الحقيقة. ما بيقدر ولا حدا عن قصد أو عن غير قصد، عن معرفة بتاريخ لبنان أو عن غبا بتاريخ لبنان، يدعي اللبنانيين إلى أي نوع من الحروب.
نحن لا بدنا حرب طائفية ولا بدنا حرب مذهبية ولا بدنا تسلح ولا بدنا سلاح ولا بدنا نقاوم بالسلاح، نحن بدنا نقاوم بالمنطق والعقل والحجة. ما بدنا حرب، اللبناني يدفع ثمن الحرب وبيطلع هو الخسران، المسيحي يدفع ثمن الحروب وبيطلع هو الخسران. نحن دورنا بهذا الشرق دور أساسي ومحوري، نحن صلة وصل ما بين الشرق والغرب، نحن صلة وصل ما بين الشرق والشرق، نحن نقطة تلاقي مطرح ما الناس بتتصارع، ولكن نحن أصحاب حق وبدنا نقاتل كرمال حقنا من دون سلاح. We'll be right back.